آخر إداري مشهور جمعنا به أحد الإخوة، وكان هذا الأخ مديرا للجمارك عندنا، هو رجل صالح من العبادة والصدق نحسبه. فدعانا للإفطار، فجاء بصاحبه هذا هو دكتور في إدارة الأعمال. نعم. فكل شخص عرف نفسه وتخصصه، فوصل التعريف إليه هو، فذكر أنه تخصصه إدارة الأعمال، وأنه يعمل في استشار لوزير المالية في الشؤون الجمركية. فقلت عندي أسئلة إدارية، هل أنت مستعد لإجابتها؟ قال نعم. سألته هل يمكن أن تنجح مؤسسة لزمان طويل جدا دون إدارة، مؤسسة ما لها إدارة؟ قال مستحيل. نعم. لا بد لكل مؤسسة من إدارة. فقلت هذا الكون هل هو مؤسسة؟ قال أجل، مؤسسة كبيرة. طيب من يديره؟ فتردد وتلك. قلت لا يمكن أن يديره إلا الذي خلقه سوى. صحيح. قال طيب. قلت هل يمكن أن يكون في مؤسسة ناجحة إدارتان متساويتان ليس فوقهما إدارة تأمر عليهما كل واحدة لها؟ نعم توجه الأمر والنهي في المؤسسة. قال لا، من قواعد الإدارة وحدة المرجع التنظيمي. نعم. فلا يمكن تعدد المسؤولية. نعم. فقلت لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. الله أكبر. فسأل عن ترجمة الآية وترجمت له: ما اتخذ الله من ولدي وما كان معه نعم من إله إذا لذهب كل إله مما خلق. نعم. وسألته هل يمكن أن تقابل الإدارة العليا جميع المنتسبين إلى المؤسسة في كل صغيرة وكبيرة؟ قال لا، إنما تقابل رؤساء العمل. فقلت أولئك الرسل. الله. ثم سألته قلت أرأيت لو أن الإدارة أصدرت قرارا بأن الدوام يبدأ من الساعة 8 صباحا، وبعد مدة أصدرت قرارا آخر بأن الدوام يبدأ من 7 صباحا، بأيهما سيعمل الموظفون، بالقرار الأول أو بالأخير؟ قال بالأخير، الأول خلاص بطل ما عاد له وجود. نعم. قلت له الأول المسيحية والثاني الإسلام. نعم، هذا هو النسخ. فتردد ثم قال لي: أنا أسألك أيضا لماذا تغير الإدارة التوقيت؟ المصلحة. تجدد لديها علم لم يكن موجودا، هو يريد البداء. يريد البداء عند اليهود. نعم. نعم. فقلت لماذا تغيرون أنتم التوقيت من الصيف إلى الشتوي من الشتوي إلى الصيف؟ قال لمصلحة العمال. كذلك التغيير التشريع لمصلحة العمال. الله أكبر. قال كيف ذلك؟ قلت أنت تعرف أن مقر بأن أول أسرة في العالم من البشر هي أسرة آدم؟ قال نعم. قلت لو أن آدم شرع في شريعته تحريم زواج الأخوات، نعم، هل سينتشر العالم؟ قال لا. طيب هل يمكن أن يبقى تشريع الأخوات مشروعا؟ أنت الآن تستسيغ أن تتزوج بأختك الشقيقة؟ قال لا. طيب إذن التطور العالم يقتضي تغيرا في التشريع. نعم. فأسلم في نفس الجلسة. اللهم لك.